طبعا احنا هنا في منطقة ممتازة جدا من الميناء الشرقي، في الجانب الغربي منها، ودي المارينا بتاعت قسم علوم بحار، والسلايدر الخاص بالزودياك خاص بالقسم، وزي ما انت شايف في هنا كارنس معين نتيجة اصطدام المية بالحاجز بتاعنا، بيبان تأثير محدد الشكل، بيعكس لي شكل اتجاه المية جاي منين ورايح فين، مما يؤكد معنى احنا عارفينه كلنا. اتجاه دوران المياه في الميناء الشرقي عكس عقارب الساعة، وانتي كلوك وايز.